اليوم إحنا متواجدين في محافظة البلقاء، يا ترى شو هي مطالب الناس في البرلمان القادم؟ مع النائب أنا. أنا من فئة الشباب اللي دائماً تنظر للمستقبل وبتطمح لمستقبل أفضل للمملكة الأردنية الهاشمية، لهيك بهمني كثير إنه أي مسؤول ما يوصل عن طريق السلطة المال أو السلطة العامة، بهمني دائماً إنه اللي بوصل للسلطة يكون صانع قرار وصاحب قرار وعنده أفكار وفعل وعنده طاقة وشغف بده يقدمها لهاي البلد. فأنا من فئة الشباب اللي بتمنى جداً إنه يكون في أصحاب قرار ومسؤولين في هذا البلد ينظروا للمستقبل، لأنه هالبلد مليان خيرات وثمرات ومليان أفكار عند الشباب ومليان طاقة، لو يتم توظيفها راح نصير مشرقين أكثر ما إحنا مشرقين الحمد لله رب العالمين. نحن بحاجة اليوم إلى نائب يعلم الهموم والتحديات التي تواجه وطننا العزيز. هذا النائب قادر على التغيير ونهوض بوطننا إلى الأفضل، ونحن في محافظة البلقاء اليوم بحاجة إلى نائب يحمل الفكر التنموي القادر على تحويل الفرص الموجودة في محافظة البلقاء لتكون وتطبق على أرض الواقع، وأيضا تحويل التحديات التي تواجه هذه المدينة إلى فرص يمكن الاستثمار فيها والنهوض في مدينتنا من خلال الفكر التنموي وتعزيز الفرص الموجودة في المحافظة. الفترة القادمة نحن بحاجة إلى نواب يقومون على التشريع والإدارة ويقومون على دراسة القوانين وتعديلها، وبحاجة إلى نواب يستطيعون الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية، ويبتعدون عن الواسطة والمحسوبية. اليوم إحنا كشباب للبلد إحنا نبحث عن نائب نزيه. إحنا كشباب اليوم نطلع ونصوت ونفزع النائب اللي إحنا منتخبينه، وللأسف لتحقيق مصالح الشخصية فقط. نوابنا اليوم يستثيرون بفزعتنا العشائرية، وللأسف اليوم أبناء العشائر هم نهضم حقهم. هو نطالب اليوم كشباب بنائب نزيه يحقق مطالب الشعب ويحقق مطالب الشباب، واليوم إحنا يعني لا نوجد من يمثلنا كشباب. كوني مواطنة فعالة أسعى للمشاركة في الحياة السياسية التي من دورها تنمي وطننا العظيم وترفع من شأنه وترتقي به لأفق سياسي مثالي، وذلك من خلال النائب القيادي صاحب القرار الذي يخدم مصالح المجتمع الأردني ويسعى لتحقيق طموحات الشباب ويدعم مستقبلهم من خلال أردننا العظيم. نحن اليوم بحاجة إلى انتماء وعزم من كل فرد في المجتمع. نحن اليوم بموضوع النائب الذي نريد نائب يكون قادر ويحمل أفكار جيدة تفيد المجتمع وأبناء هذا المجتمع وتفيد وتصب في مصلحة الأمة والشعب، ونريد نائب يمثل القاعدة الانتخابية ويمثل المنتخبين ويلبي حاجات أبناء هذا الوطن. نطمح في هذا البلد الأمين في البرنامج الانتخابي أن يكون لدينا من فئة الشباب ما يمثلون في هذا البلد، ونطمح أن يكون لدينا ما يمثلنا في هذا البلد من أي ناحية علمية، وأن يكون من يصل لهذه المجلس أن يكون مثقفا وذو شهادات عليا. رؤيتي للنواب القادمين أنهم يكونوا نواب على قدر عالي من المسؤولية تجاه مجتمعاتهم، وأنهم يقوموا بدورهم اللي هو يعتبر التشريع الرقابي. فبنأمل من نواب محافظتنا بلقاء أنهم يقوموا بتعديل بعض قوانين الاستثمار لحتى تتمكن من جلب استثمارات خارجية، لحتى نفيد شباب محافظة البلقاء ونفيد محافظة البلقاء بشكل عام. بالإضافة أنه زي ما إحنا عارفين أنه دخلت السلطة على قائمة التراث العالمي، فكلنا عارفين أنه لازم نكثف من جهودنا وجلب استثمارات لمحافظتنا لحتى نوصل لمراحل متقدمة من تطور محافظتنا ويعطف العالم. كنا نعرف أن المجتمع الأردني مجتمع فتيل غني بنسبة كبيرة من الشباب، والشباب يمثلون نسبة كبيرة من مجتمعنا، لذلك نفترض أنه النائب لازم يكون قريب من عمرهم عشان يعرف يتفاهم معهم، يوصل نظرتهم، قريب من ثقافتهم، قريب من رؤيتهم، يقدر يوصل صورتهم للحكومة بطريقة واضحة وبشفافية كاملة. لازم يترك أثر، لازم يخلد ذاته برسالة واضحة بغايات سامية توصل صورة الشباب بطريقة سليمة وبشفافية تامة وتدعم الشباب
ونكمل النواحي. شبابنا بحاجة إلى إرسال رسالتهم الواضحة والشفافة، وسبب هذه الحاجة هي اختلاف الثقافات واختلاف الأعمار ما بين الناخب والمنتخب، لذا يجب علينا أن نحل هذه الثغرة ونتدارك الموقف ونتعايش مع الموقف. ورؤية الخاصة للنائب يجب أن ينخرط في بيئات الشباب ليعمل على إيصال رسالتهم بطريقة واضحة والشفافة. أنا شخصياً مع المشاركة الفاعلة بالانتخابات النيابية القادمة. يجب على كل مواطن أردني أن يطبق الرؤية الملكية وأن يشارك بالانتخابات النيابية. عدم مشاركتك هو غروضك من واقع المجتمع. الإصلاح بحاجة إلى انتخابات نزيهة، وأعتقد أنه الهيئة المستقلة عبر جهودها لتكون انتخابات نزيهة. تطبيق الرؤية الملكية بحث المواطن على التصويت، إحنا مع التصويت، ما بصير المواطن قاعد ببيته، لازم يعبر عن رأيه المواطن وطيح يصوت، والباقي على رب العالمين. إحنا هذا مجلس النواب مجلس تشريعي، ولازم أن إحنا ننهض بهذا المجلس وننهض بالوطن. قيامك بالتصويت هو خدمة وطنية للمجتمع الأردني. طبعاً بطمح من نواب محافظة البلقاء إنهم يكون على دراية باحتياجات الشباب واحتياجات المحافظة. طبعاً زي ما إحنا عارفين إنه دور النواب هو حلقة وصل يكون بين المجتمع ومجلس النواب، ولازم يوصل آراء الشباب للمجلس. وطبعاً من النهاية لازم يكون في رقابة على مجلس النواب أثناء عملهم في المجلس.